بكم مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. بما أننا على أبواب الدخول المدرسي فبقى لي تقريبا أقل من شهر، فكرت نقدم لكم وجبات سريعة سهلة ومغذية للأطفال ديالكم وحتى الكبار، علاش لا. هاد الفيديو غادي يتضمن وجبات رئيسية وخفيفة بسيطة بزاف وسهلة في التحضير، فنتمنى أن الفيديو ينال إعجابكم. وقبل ما نبداو بغيت نذكركم إذا كنتم مازال مشتركيش في القناة ديالي تشتركوا فيها باش توصلوا بجميع وصفاتي إذا عجبكم طبيعة الحال وفرجة ممتعة. فاول حاجه غادي نبداو بها واللي هي وجبه الفطور. غادي تلاحظوا معايا كوكيز، ويمكن تقولوا لا وجبه الفطور خصها تكون متكامله وغنيه حيت اهم وجبه في اليوم، والمعروف على الاطفال انه غالبا في العطله ما تيفيقوش مبكرا وبالتالي ما كيفطروش مبكرا، لذلك من بعد ما يبداو المدرسه تيرجعوا للاستيقاظ بكري وكيتبدل ليهم وقت الافطار والشهيه تترجع شبه معدومه، فاحسن ما تبقاو معصبين مع الاطفال ديالكم باش يفطروا تعطيهم هذه الكوكيز اللي ما غاديش نقول لكم انهم صحيين تماما، ولكن اللي نقدر ناكد لكم انهم احسن من اللي كيتباعوا 100%. وما نزيدش نطول عليكم ونخليكم على المقادير وطريقه التحضير. فعلى بركه الله كناخذ اناء وكندير فيه 150 غرام ديال الزبده. انا هنا عندي الزبده في حراره المطبخ، الزبده اللي كتكون رطبه مزيان. انا هنا عندي الزبده طبيعيه ديال العبار، يمكن لكم تستعملوا المارغرين اذا بغيتوا، فاحنا نحاول نلقاو في الاشياء الطبيعيين اكثر. ف 150 غرام ديال الزبده كنزيد عليها نص كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده ما يعادل واحد 70 غرام تقريبا، وكنزيد واحد الساشي ديال الفانيليا تنمزج الكل جيدا بلا سباتول بهذا الشكل، وكنضيف نصف ملعقه من الكاكاو المر. وهنايا عندي 50 غرام ديال النخاله، كيف ما تلاحظوا انا هنا عندي نخاله رقيقه اللي خديتها غربلتها وحمصتها شويه في الفرن عفوا في المقلاه مع التحريك المستمر، وغادي نضيفها للمقادير. وعندي واحد جوج معالق ديال التمر مقطع مكعبات صغيره غير باش نضيفوا قيمه غذائيه اكثر لهاد الكوكيز. وعندي ايضا بطبيعه الحال الحبيبات ديال الشوكولاته، يمكن لكم تستعملوا حتى الشوكولا مقطعه، وواحد ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، وكنمزج الكل جيدا بهذا الشكل. وكنبدا نضيف 4 معالق ديال الحليب وكنستمر وكنخلط الكل جيدا. غادي نستعمل هنا اليد ديالي باش غادي نجمع هاد الكوكيز. غادي من بعد ما خلطت المكونات مزيان كنبدا نزيد في الدقيق الابيض. عندي انا استعملت تماما 200 غرام ديال الدقيق، هاد العجينه ديال الكوكيز كتجي رطبه وكتجي شويه خفيفه. فمن بعد ما كنجمع العجينه مباشره كنجيب الصينيه اللي غادي ندخلها للفران، ما كنحتاج انني ندهنها لانه هاد الكوكيز فيهم الزبده ما غاديش يلصقوا لنا. كنحاول انني نشكلها على شكل كويرات. انا غادي نستعمل غادي ندير هاد الحجم ديال هاد الكوكيز شويه كبير، وطبيعة الحال الحجم كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. كنستمر كندير كويرات، كنحاول نبسطهم شويه باش يجيونيش باش ما يجيونيش الحبات ديال الكوكيز هكا طالعين بزاف، كيجيو شويه مسرحين. ومن بعد كنجيب شويه ديال الحبيبات ديال الشوكولاته وكنبدا نزين بها بحال هكا الحبات اللي صايبت من هاد العجين باش يعطوني الشكل بحال الكوكيز اللي كيتباعوا. صافي وكندخل الكوكيز ديالي عفوا للفرن حتى يطيبوا، ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكوكيز ديالي من بعد ما خرجتهم من الفران، كيجيو لذاذ بزاف وهشاش بواحد الطريقه ما تصوروهاش، اكيد غادي يعجبكم غادي يعجبوا الاطفال ديالكم اذا جربتوهم، فما تضوش انكم تجربوهم. وندوزوا الان للوصفه المواليه. ونبقاو دائما في وجبه الفطور. اذا كان الطفل كيتناول وجبه الفطور بلا تذكير وبلا صداع وكياكل مثلا الخبز وكيفضل الشوكولاته الدهن، فانا جبت اليوم وصفه هائله ديال الشوكولاته بدون سكر، غادي تقدري تخدعي بها الطفل ديالك وتخليه يتناول الشوكولاته غني بالفيتامينات والفوائد وبدون سكر ابيض او اي مواد حافظه. فمجددا ما نطولش عليكم ونخليكم على المقادير وطريقه التحضير. هاد الشوكولاته غادي نحتاجو لاهم مكون اللي هو التمر. هنا عندي 150 غرام ديال التمر اللي خديتها بطبيعه الحال، حيدت لها العظم ديالها وفورتها مزيان في الكسكاس ومعستها جيدا بالفرشيطه حتى ولات لي بحال هاد العجينه. يمكن لكم تستعملوا الجاهزه، ولكن كيف ما قلت لكم دائما نحاولوا نبقاو في الاشياء الطبيعيه. ففي الكاس ديال الخلاط الكهربائي كندير واحد 4 معالق ديال الحليب،
كنزيد ديك العجينه ديال التمر، وكنزيد ملعقه كبيره من الكاكاو المر، وايضا غادي نزيد ملعقه كبيره من الزبده، الزبده الطبيعيه كيف ما قلت لكم سابقا. وكناخذ هاد المكونات كنطحنهم جيدا، اذا احتاجت انني نضيف الحليب باش انهم يزيدوا يتطحنوا ليا كنضيف الحليب، وحتى كنحصل على عجين يكون ملس مزيان ورطب كيف ما كتلاحظوا هنايا. فهذا هو، هذه هي النتيجه ديال هاد الشوكولاته ديالنا، فهي كتجي حلوه وكتجي بنينه بزاف. داك الكاكاو اللي زدنا فيها كيجي المذاق ديالها النفس، مذاق ديال الشوكولاته، يعني الطفل ديالك اكيد ما غاديش يعرف انها تمر ماشي شوكولا. فانا هنا خديت جوج قطع ديال الطوست اللي حمصتهم غير في المقلاه، وغادي ندهن بهم هذا الخليط او هاد الشوكولاته ديال الدهن بالتمر اللي كتجي هائله لذيذه بزاف بداك المذاق ديال الكاكاو، كتجي بحال الشوكولا وكتجي حلوه، وحنا ما ضفناش فيها نهائيا السكر. معروف على التمر انه غني بالسكريات البطيئه، غني بالبروتين وبالكربوهيدرات، فهي جد جد مفيده للاطفال ديالكم وحتى ليكم اذا كنتو كتتابعوا شي حميه ولا ريجيم، فممتازه. نتمنى انها تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها للاطفال ديالكم. وندوزوا الان للوصفه المواليه. ومن بعد ما سالينا من الفطور، دابا ندوزو باش نوجدو وجبه الغداء. انا اخترت لكم هذه الوجبه سريعه جدا بما انه الاطفال العزيز عليهم بحال هاد الساندويتشات، خصوصا اذا كان الطفل كيتناول الغداء في المدرسه. هاد الساندويتش كيجي هائل جدا وصحي ايضا. غادي نقدمو لكم مع سلطه وفريت اللي ما غاديش نقليوها، ونمروا مباشره لمراحل التحضير. باش غادي نحضروا هاد الساندويتش غادي نحتاجوا هنا الخبز الباندومي او الخبز ديال الطوست. انا استعملت هاد الخبز اللي فيه القمح الكامل، وفيه ايضا يعني المزيج ما بين الخبز الابيض والقمح الكامل. هاد الخبز ما غاديش ندهنوه بالمايونيز، فكما قلت لكم غادي نخليه صحي، وغادي ندهنو بالجبن الابيض او الجبن الطبيعي. غادي ندهن الخبز ديال القطع كامل بربعه بهم، غادي ندهنوهم بالجبن. ومن بعد غادي نجيب هنايا عندي جوج بيضات اللي قليتهم في شويه ديال الزيت، يعني مسحه خفيفه في الزيت ما تكونش في مقلاه ما تكونش تلصق، ومع رشه ديال الملح، رشه ديال الابزار يعني غير شويه، او الفلفل الاسود. وكنوضعهم مباشره من فوق داك الخبز وداك اللي مدهون بالفرماج، وكنحاول انني نقاد جناب بحال هكا باش ما يجيش البيض خارج من الساندويتش. وغادي نوضع ايضا دوائر من الخيار اللي وضعت لهم شي ديال الملح، ودوائر ديال المطيشه كذلك. غادي نحتاج ايضا هاد الشرائح ديال ديك الرومي او لدن اللي كتباعوا في المحلات التجاريه الكبرى متوفرين، كنستعملهم كنحطهم بحال هكا، كنحاول انني ايضا نقادهم باش ما يجوش خارجين من الساندويتش. وكيبقى لي هاد الفرماج ديال الساندويتش كذلك، غادي نستعمل هنايا جوج قطع بهذا الشكل صافي. وكنسد الساندويتشات ديالي، وكنمشي كنجيب مقلاة اللي كنسخنها من فوق النار، كندير المسحه خفيفه ديال الزبده خفيفه فقط غير باش يتحمصوا لي، وكنحط هاد الساندويتشات باش يتحمصوا، كنقلبهم بجوج جهات باش داك الخبز يجينا مقرمل. هذه مجرد اضافه اذا ما بغيتوا تخليوهم هكاك، تخليوهم هكاك بلا ما تحمصوهم. وهنا غادي نمروا باش نحضروا البطاطا فريت اللي كيف ما قلت لكم ما غاديش نقليوها. فانا عندي بطاطا اللي قطعتها بشكل عادي كيف ما تنحضروا البطاطا المقليه، كنزيد ملعقه كبيره ديال زيت النباتيه، شويه ديال الملح، كنجيب الصينيه اللي فرشتها بالورق ديال الزبده، وكنسرح فيها الحبات ديالي ديال هاد البطاطا، كندخلها للفران حتى كطيب وتحمر. فهي ما كتجيش تماما بحال البطاطا فريت، ولكن كتجي حتى هي بنينه، والاهم انها صحيه. والطبق ديالي ديال الغداء ها هو موجود، ساندويتش ديالنا من بعد ما حمصتو كيجي بحال هكا، مع سلطه خضراء والفريت. فهذه وجبه كتكون وجبه سريعه متكامله، وايضا لذيذه وصحيه بالنسبه للطفل ديالكم ولا حتى ليكم، ولا يمكنكم تحضروها حتى مثلا لربات البيوت اللي كيحضروها الازواج ديالهم في العمل ولا الموظفات، فهذه وجبه مثاليه. واذا كان عندك طفل فضروري انك توجدي له وجبه خفيفه في المساء اللي غادي يتناولها من بعد ما يخرج من المدرسه، تيكون عيان وجيعان بطبيعه الحال. فانا هنا غادي نحضر معكم هاد لي مادلين او لي كاب كيك اللي كيجيو بنان ولذاذ بزاف، وايضا نمروا مباشره للمقادير وطريقه التحضير ديال هاد لي مادلين. ففي اناء وعلى بركه الله كنهرسوا جوج بيضات يكونوا من الحجم الكبير. هاد جوج بيضات كنضيف عليهم 100 غرام ديال السكر سنيده،
يمكن نضيف واحد القشور ديال ليمونة حامضة، يمكن لكم تنكوهم بأي نكهة بغيتو. وكنستعمل الخلاط اليدوي، كنخلط مزيان هاد السكر مع مع البيض حتى تيولي لي الخليط اللون ديالو فاتح. يمكن لكم تستعملوا الخلاط الكهربائي. من بعد ما تنخلط مزيان هاد المكونات، كنبدا نزيد 100 غرام من الدقيق الابيض، وايضا كنستمر تنخلط حتى يندمج لي مع باقي المكونات. وما ننساش نضيف ساشي ديال الخميره ديال الحلويات، وكنستمر في الخلط. من بعد ما يندمجوا لي مزيان هاد المكونات، كنزيد الزبده اللي تكون دايبه ومبرده. عندي 100 غرام ديال الزبده اللي دايبه وبارده، يعني ما تنستعملوهاش وهي سخونه. ف 100 غرام ديال السكر، 100 غرام ديال الدقيق، و 100 غرام ديال الزبده. مقادير ساهلين بزاف وبسط. كنستمر كندخل ديك الزبده في داك الخليط، صافي كيكون موجود باش نوضعه في الكويطات ولا في الصينيه ديال الكبكيك اللي غادي تدخل في الفران. بعد ما وجدت الخليط ديال هاد الكبكيك او هاد المادلين، كنجيب هاد الصينيه ديال الكبكيك، وكان وجدت فيها كنوضع فيها هاد الكويطات، كنبدا نعمر الخليط بهاد الشكل. انا غادي نستعمل هاد الملعقه ديال لي كلاط كيف ما تلاحظوا، فهي ملعقه عمليه كتوضع لنا كميه مقاده يعني ديال الخليط ديال المادلين. فكنستمر كنعمر بحال هكا، ما تنعمرش الفوق باش بما انه غادي يزيد وينتفخوا لنا، وتندخلهم تيطيبوا وتحمروا، ونتلاقاو باش تشوفوا الشكل النهائي. ولي كاب كيك ديالي هما من بعد ما خرجتهم من الفران، خليتهم تبردوا، زينتهم شويه ديال الشوكولاته السوداء وشويه ديال الشوكولاته البيضاء المبشوره، والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. كيجيو هائلين لذاذ بزاف وبنان، اكيد غادي يعجبوا الاطفال ديالكم وحتى نتوما ايضا. فهذا هذه وجبه ديال الكوتي ماشي غير الاطفال ديالكم ولكن ليكم ايضا. اكيد اكيد ما نساوش وجبه العشاء، فهنا حضرت لكم وجبه ما كاين مسهل منها، وغادي تخلي الطفل ديالك يتناول الخضر اذا ما كانوش كيعجبوه. هاد الوجبه غادي تكون عباره على اومليت على شكل كاب كيك، غادي نحضروهم في الفرن، كيجيو غزالين بزاف، اقتصاديين، ساهلين جدا في التحضير. ففي مقلاه كنوضع مجموعه من الخضر اللي عندي هنايا مقطعه رقيقه، طبيعه الحال في هاد المقلاه وضعت ملعقه ديال الزيت، زيت زيتون او النباتيه على حسب شنو كطيبوا به نتوما. الخضر اللي انا مستعمله هنا هي الجزر، الفلفله الحمراء والخضراء مقطعه رقيقه، البصله ايضا، والقرع الاخضر اللي كنشحرهم مزيان بهذا الشكل حتى يطيحوا. اذا احتاجيت انا نضيف شويه ديال الماء، كنضيف الماء حتى كيطيحوا ويدبالوا. من بعد سنخليهم يبردوا جانبا، وكنجيب هنا كندير فيه ثلاث بيضات، وكندير شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وكنزيد شويه ديال الحليب، تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال الحليب. كنزيد الربيع مقطع، وكنخلط الكل جيدا بالفرشيطه. ومن بعد كنزيد دوك الخضار اللي شحرتهم في سابقا في الزيت، وكنضيفهم لذاك البيض بهذا الشكل، كنخلط الكل جيدا. بعد ما وجدت داك الخليط، كنجيب صينيه ديال الكبكيك كندهنها بشويه ديال الزيت باش ما يلصقليش فيها البيض، وكنبدا نعمر بحال هذا الشكل كميه من البيض في هاد الصينيه. ما كنعمرش البيض حتى الفوق، لانه معروف على البيض انه كينتفخ. بعد ما كنسالي وكنعمر البيض ديالي بهذا الشكل، كنجيب هنا عندي خليط من الفرماج محكوك ومن الخبز المحمص باش يعطيني قرمشه من الفوق، وكيعطيني ايضا لون محمر. تندير كميه هكا، كميه مزيانه من الفوق ديال البيض بهذا الشكل، صافي. كندخلهم للفران يكون سخون، وكنخليهم حتى يطيبوا، ما كياخذوش وقت طويل، تقريبا 5 دقائق فقط كيكونوا واجدين. وكنقدمهم هذا الشكل مع سلطه خضراء مع خضر مشويين. هنا قدمتهم مع شويه ديال الدنجال المشوي وشويه ديال البصل ايضا. كتجي وجبه هائله ولذيذه خفيفه بزاف للعشاء ليكم وللاطفال ديالكم.
وبهكا يكون الفيديو ديالنا لليوم سالا. كنتمنى انه يكون عجبكم وانكم استفدتم من الوصفات البسيطه والسريعه اللي قدمت لكم. اذا عجبكم الفيديو حاولوا توصلوا لاكبر عدد من اللايكات، وغادي نقدم لكم افكار وفيديوهات بحال مستقبلا. ما تنساوش الاشتراك في القناه باش دائما توصلوا بالجديد ديالي من الوصفات السهله والسريعه والاقتصاديه. ايضا ما تردوش انكم تخليوا تعليقاتكم اللي كتشجعني دائما على العطاء، وغادي نكون سعيده جدا باش نجاوب عليها. شكرا بزاف بزاف على المتابعه، وتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.